وللتعليق على سير التظاهرات في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان أستاذ القانون الدكتور رحيم الكبيسي. دكتور رحيم مرحبا بكم. منظمة هيومان رايتس ووتش طالبت الحكومة في العراق بإجراء تحقيق في الانتهاكات ضد المتظاهرين، برأيكم إلى أي حد ستكون نتائج هذا التحقيق في حال إجرائه مقبولا من الناحية القانونية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم وتحياتي لمشاهدي قناتكم وتحياتي لكل الجماهير المنتفضة من البصرة إلى كل المحافظات التي تدافع عن الوطن. هي بقدر ما تطالب بحقوقها فهي تدافع عن الوطن، فهي خط الدفاع الأول لهذا الوطن. المظاهرات التي عقمت الجنوب العراقي وقبل ذلك المناطق الغربية والوسط أو كل العراق جميعا، يعني صحيح هناك بعض المناطق انكفأت، لكن هذا الحراك الجماهيري نظمه القانون، حقيقة نظمه الدستور، لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، حرية الإنسان، كرامة الخصومة، يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، حرية التعبير عن الرأي، حرية الاستقالات والعمل حق، الصحة حق، والتعليم حق. إذا نحن أمام قواعد قانونية دستورية تعطي الحق للمواطنين، فعندما هذا المواطن لا يجد تطبيقا لهذه النصوص ولا يجد تحقيقا لهذه المطالب لابد ان ينتفض في هذه الحاله. وقد كان هذا الانتفاض وقد دخلت هذه التظاهرات او الانتفاضه الشعبيه اسبوعها الثالث، فبالتاكيد سقف المطالب زاد اكثر من مطالبه بحقوق الى مطالبه بالتغيير التام، والتغيير اصحاب العمليه السياسيه الفاسده، اصحاب العمليه السياسيه التي كانت سببا فيما جرى ويجري في العراق الى يومنا هذا. فاذا كانت منظمه حقوق الانسان قد شخصت التعذيب، قد شخصت استخدام القوه المفرطه ضد المتظاهرين، فالمتظاهرين هم انفسهم وثقوا هذا الكلام بالرغم من قطع الانترنت في هذه الحاله، لكن وثقوا هذا الكلام من قبلهم، فهناك عدد كبير من الشهداء يصل ما بين 13 الى 18 كما قيل في تقريركم، وهناك عدد كبير من الجرحى نتمنى لهم الشفاء العاجل. فهذه المنظمه هي حقيقه وحيده يفترض باجهزه الاعلام ويفترض بالاجهزه القانونيه والمنظمات الدفاع عن حقوق الانسان ان تتبارى، كما هذا المحامي الشاب الذي استشهد بالامس جبار البهادلي وهو يدافع عن المتظاهرين، عن المعتقلين. والوقفة البطولية لنقابة المحامين فرع البصرة ولكل المحامين على امتداد القطر كلهم يجب أن ينتفضوا، نسميهم نحن في لغة القانون القضاء الواقف. القضاء الواقف يدافعون عن المعتقلين، يدافعون عن المتظاهرين ضد هؤلاء. أنتم تتحدثون عن فيما إذا ترى هناك تحقيق، أنت تشخص فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. طيب في هذا الإطار، في هذا الإطار الدكتور رحيم، على ذكر يعني فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، المنظمة هيومان رايتس ووتش تطالب الحكومة في العراق بإجراء تحقيق قانوني لعمليات الانتهاكات التي حصلت ضد المتظاهرين، لكنها في نفس الوقت تتهمها بقتل المتظاهرين، كيف يستقيم ذلك دكتور رحيم؟ ما هي هذه الآن يعني أنت هذا التحقيق، هذه اللجان التحقيقية ليست جديدة. كثير من الانتهاكات التي تعرض لها شعب العراق، كثير من الانتهاكات التي تعرض عليها أولئك الذين استخدموا حقهم القانوني بالتظاهر، بالتجمع، بالتعبير عن آرائهم، هذه اللجان ماتت، وكما نقول في لغة الإدارة إذا أردت أن تميت موضوعا فشكل له لجنة فتقول، لكن على الأمم المتحدة والعراق لا زال يقطع لقواعد مجلس الأمن، على الأمم المتحدة وممثلها موجود في العراق أن تتحرك و
وتطالب الحكومة العراقية وتشرف على هذا التحقيق وتشخص الذين أطلقوا الرصاص من مقرات الأحزاب. عندما جوبهت هذه المقرات لأنها أوكار لاستخدام العنف واستخدام القوة ضد المتظاهرين على الأمم المتحدة أن تتدخل، وإلا قابل الأيام لن يكون سهلا على الحكومة. من عمان أستاذ القانون الدكتور رحيم الكبيسي، شكرا جزيلا لكم.